العلمي، فنحن نتحدث عن تحديد الأولويات الوطنية في مجال البحث العلمي، كيف ندبر هذه الأولويات، كيف تكون حكامة البحث العلمي في المغرب لكي تكون هناك فعالية أكبر بالنسبة للبحث العلمي. ومع الأسف طبعا السيد رئيس الحكومة لم يتحدث عن هذه الآلية في عرضه للحصيلة. وزارة التعليم العالي الآن ضف لها واحد الاسم مهم جدا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. يعني الابتكار يشكل أعلى درجات البحث العلمي، لكن نصير الابتكار شيء طبيعي أنه خص تكون عندنا استراتيجية وطنية للبحث العلمي، وتكون عندنا مؤسسة من قبيل المجلس الوطني. لم يخرج لحد الساعة ما عندناش أدنى معطيات على البديل الذي يمكن أن تتحدث عنه الحكومة. أستاذ عبد الناصر نجيب، ما يتعلق موضوع البحث العلمي لا يقل أهمية في ونحن نتحدث عن حصيلة الحكومة في مجال التربية والتكوين. لم نتابع يعني معطيات حول حصيلة الحصيلة على هذا المستوى، يعني كيف تقيم حصيلة موضوع البحث العلمي كموضوع للإصلاح ضمن برامج الحكومة؟ وطبعا البحث العلمي من المجالات ذات الأهمية القصوى بالنسبة لتطوير منظومة التربية والتكوين، ليس فقط في التعليم العالي ولكن عنده علاقة بالمنظومة ككل، لأن كلما طورنا البحث العلمي كلما كان له أثر على تحسين جودة التعلمات. لأن المشكل المطروح اليوم في المغرب بالنسبة للأساتذة هو أن البحث العلمي في المجال التربوي ضعيف، بل أنه عندما نبحث في التصنيفات الدولية، لأن المغرب يشارك في التصنيفات الدولية للجامعات، نجد بأن المجال التربوي غائب تماما عن البحث العلمي في التصنيفات الدولية بالنسبة للمغرب. إذن البحث العلمي عنده أهمية قصوى. القانون الإطار ركز على أهمية البحث العلمي وذهب في اتجاه مؤسسة هذا المجال، مؤسسة البحث العلمي، أنه تبين بأنه في الإصلاح السابق لم تكن هناك مؤسسة قوية لمجال البحث العلمي، وكان هناك تشتت على مستوى البنيات المؤطرة للبحث العلمي بالنسبة لمنظومة التعليم العالي. فجاء القانون الإطار بآلية لمؤسسة البحث العلمي سماها المجلس الوطني للبحث العلمي، وهو مجلس عنده أهمية قصوى فيما يتعلق باستراتيجيات البحث العلمي. وعندما نقول استراتيجيات البحث العلمي، فنحن نتحدث عن تحديد الأولويات الوطنية في مجال البحث العلمي، كيف ندبر هذه الأولويات، كيف تكون حكامة البحث العلمي في المغرب لكي تكون هناك فعالية أكبر بالنسبة للبحث العلمي. ومع الأسف طبعا السيد رئيس الحكومة لم يتحدث عن هذه الآلية في عرضه للحصيلة، علما بأن الحكومة السابقة كانت قد أصدرت مرسوم هذه المؤسسة وهذه الهيئة، وكان يتبقى على هذه الحكومة فقط تعيين من سيكون ضمن هذا المجلس لمباشرة العمل ولتفعيل هذه المؤسسة وهذه الهيئة. مع الأسف لم يتم ذلك. هل يعني ذلك أن الحكومة تخلت عن هذه الآلية كما تخلت على مجموعة من المقتضيات الموجودة في القانون الإطار، وأصبحنا اليوم لنقول أننا تعودنا اليوم على هذا النهج وهذه المقاربة من طرف الحكومة في التعامل مع القانون الإطار، أم أنها بصدد ربما تغيير هذا المرسوم أو التفكير في تغيير هذا المرسوم لوضع مرسوم آخر؟ ولكن إذا رجعنا إلى وضعية البحث العلمي في المغرب، فيمكن أن نقاربها بمؤشرات موضوعية. المؤشر الأول هو مؤشر النشر العلمي، النشر العلمي في المجلات المفهرسة دوليا. هل المغرب حاضر في هذه المجلات المفهرسة، وبأي مستوى من النشر العلمي داخل المجلات؟ طبعا الحضور المغربي باهت، يبقى باهت،
كان هناك تصنيف منذ سنوات ونحن نحاول أن يكون أن تكون مرتبتنا أو تواجدنا على الصعيد الدولي على الصعيد الإفريقي على الأقل يكون في مرتبة مشرفة، وكنا دائما نكون ضمن الخمس أو الست الأوائل ليس الأولين، لأن كاين جنوب إفريقيا كاين مصر وكاين دول أخرى، ولكن على الأقل كنكون الخامسين أو السادسين. اليوم على هذا المستوى ما زلنا تقريبا في هذه المراتب، ولكن كان هناك مؤشر آخر أظن أنه يدق ناقص الخطر فيما يتعلق بالنشر العلمي، هو أن المغرب يشارك في تصنيف تايمز هاير إديوكيشن أو تايمز للتعليم العالي، وهو تصنيف يصنف الجامعات في مؤشرات متعددة، ومن ضمن هذه المؤشرات يوجد النشر العلمي، بل هم يضعون النشر العلمي هناك سقف ينبغي تجاوزه لكي تصنف أو تأخذ بعين الاعتبار في تصنيف تايمز هاير إديوكيشن، وهو تقريبا معدل 200 بحث في السنة. هناك جامعات في المغرب لم تصل حتى إلى هذا المستوى لكي تدخل لهذا التصنيف، وهذا ما يفسر يعني عدم دخول جميع الجامعات. لكي يتم اعتمادها في التصنيف يجب أولا أن يكون عندها حد أدنى من الأبحاث اللي هو 100. عندها 200 يعني هذا ما عندهاش، ما وصلها يعني 200 كتلقى مثلا في جامعة عدد الأساتذة يمكن يقول وصل 1000، لأن دابا شحال عندنا عدد الأساتذة الباحثين في المغرب؟ في حدود بين 20 حتى 25 ألف، أظن 16 ألف. إذا 16 ألف إلا قسمتها على 12 جامعة مغربية راه عندك أكثر من 1000، أكثر من 1000 كل أستاذ يدير غير بحث في العام راه عندك 1000، يعني 1000 بحث. ولكن حنا ما وصلناش حتى ذاك 200 بحث اللي يكون في العام باش ندخل هذا التصنيف، وهذا ما يفسر أنه بعض الجامعات لا يدخل، وخاصة الجامعات الخاصة. الجامعات الخاصة لا تفكر كثيرا في البحث العلمي ولا تهتم بالبحث العلمي، وبالتالي لا تدخل في التصنيف. كانت محاولة مثلا هذه السنة لجامعتين خاصتين أو ما يسمى بالجامعة الشركة، هي الجامعة الدولية في الرباط وجامعة الأخوين، ولكن لم يتم أخذهما بعين الاعتبار في التصنيف نظرا لهذه الإكراهات الموجودة على مستوى البحث العلمي. المسألة الثانية التي تخص البحث العلمي هو براءة الاختراع. اختراع بالنسبة للجامعة، الجامعات الخاصة بإمكانيتها الكبرى لماذا لا تهتم بالبحث العلمي؟ لا غير مربح، غير ليست فيه أرباح. أعتقد أن هذه الجامعات الخاصة تهتم أولاً بتكوين الطلبة داخل هذه الجامعات كهدف أول، وعندما يتبقى لها إمكانات للاهتمام بالبحث العلمي فهي تهتم بالبحث العلمي، ولكن بما يخدم الهدف الأول. الهدف الأول هو تكوين الطلبة، وكما قلت فهذه الجامعات الخاصة لا يمكن لها أن تستمر دون موارد مالية. موارد المالية تأتي طبعا، المورد الأول هم الطلبة. الطلبة إذا اهتمت أكثر بالطلبة بتكوين الطلبة فطبعا سيكون لك هذا المورد، ولكن البحث العلمي بدل ما أن يكون موردا أو مصدر للموارد المالية هو مصدر للإنفاق، مصدر للإنفاق، والاستفادة من البحث العلمي تكون على المدى البعيد وليس على المدى القريب أو المتوسط. يعني بغي أن تستثمر أولا في البحث العلمي ثم تنتظر نتائج هذا الاستثمار بعد سنوات. والجامعات الخاصة أعتقد أنها ليست لديها القابلية لتهتم بهذا المجال في الوقت الحالي. هو في القطاع يعني صحيح صحيح. هو إشكالية البحث العلمي كانت تدبر على المستوى الاستراتيجي. واحد اللجنة كاين رأسها رئيس الحكومة، دائما كنرجعوا لرئيس الحكومة على أساس أن البحث العلمي ما هوش ملف ديال القطاع التعليم العالي، راه كل قطاع حكومي راه عنده مجال ديال البحث العلمي، وهادشي ما كيعرفوش الناس بزاف. وزارة الفلاحة عندها البحث العلمي، وزارة الطاقة والمعادن عندها البحث العلمي، وزارة التعليم العالي تنسق هذا المجهود الوطني كسلطة وصية. القطاع الخاص عنده بحث علمي، كلية الطب وقطاع الصحة عنده
باحث علمي وعنده مختبرات ديال البحث العلمي. اذا بغينا نديروا واحد العمليه ديال التقييم ديال الاستراتيجيه الوطنيه للبحث العلمي اللي عندنا لحد الساعه هي ديال 2026 بحال هذه. وكانت اللجنه الوطنيه للبحث العلمي والابتكار التي راسها رئيس الحكومه. القانون الاطار 51/17 جات يقول ودي هذه اللجنه، هذه لجنه مجرد لجنه، اللجنات تتابع تنزيل السياسات العموميه على مستوى البحث العلمي وكتضمن واحد الحد ادنى من الحكامه، لكن الرؤيه الاستراتيجيه والبحث عن التمويل وتنسيق مشاريع البحث وما الى ذلك اوكلها الى المجلس الوطني للبحث العلمي. هذا المجلس الوطني للبحث العلمي كما قال السي النجي لم يخرج لحد الساعه، ما عرفناش ليش. وزاره التعليم العالي الان ضاف لها واحد الاسم مهم جدا، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. يعني الابتكار يشكل اعلى درجات البحث العلمي اللي كنصل الابتكار. شيء طبيعي انه خص تكون عندنا استراتيجيه وطنيه للبحث العلمي وتكون عندنا مؤسسه من قبيل المجلس الوطني. لم يخرج لحد الساعه ما عندناش ادنى معطيات على البديل الذي يمكن ان تتحدث عنه الحكومه. انا في تقديري باش نخرجوا من هذا الاوبستاكل من هذه التعثرات، الحكومه الحاليه عندها واحد الفرصه كبيره جدا من حيث الاغلبيه الحكوميه اللي موجوده في البرلمان والاليات ديال التسريع بتنزيل مجموعه من النصوص بحال اللي وقع في النظام الاساسي. ربما في 48 ساعه وقع تعديل في النظام الاساسي في المجلسين معا. اذا كانت شي مقتضيات في القانون الاطار 51/17 يمكن كتشوف ان هذه الحكومه تتشوف على انها ما لا تلائم التصور ديال هذا الاصلاح، بامكانها ان تغير هذا القانون وتجيب التعديلات اللازمه وتبقى بلادنا يعني مستنده الى قانون اطار متطور يحكم الاصلاح كاول قانون لاصلاح التعليم في تاريخ المغرب. واحد المكسب زعما اللي هو مهم جدا. يؤسف ان يتم التعامل مع مجموعه من ملفاته الكبرى وتوجهاته الكبرى بهذا المنطق ديال نقولوا يعني نوع من النسيان او التهميش او ما الى ذلك. اذا هذا في تقديري معطى غايه في الاهميه. وبالتالي ما دام هذا المجلس ما موجودش، ترشيد نفقات البحث العلمي غتبقى قطاعيه، الاولويات غير واضحه، اشتغال وزاره التعليم العالي على واحد المجموعه من الملفات الجزئيه بحال الاهتمام مثلا كانوا واحد جوج المؤشرات مزيانين نقولهم، الاهتمام بالدكاتره، يعني المنحه اللي تعطات للدكاتره اللي هي 7000 درهم بالنسبه للطلبه المسجلين وفي موضوعات معينه، كذلك فتح بعض المجالات للبحث اللي هي مهمه جدا بالنسبه للاقتصاد الوطني وبالنسبه للتنميه في البلاد بحال البيوتكنولوجيا بحال الطاقات المتجدده بحال الغذاء والماء وما يرتبط بذلك. مزيان، ولكن ما لم يوضع ضمن رؤيه استراتيجيه للبحث العلمي تبقى مشاريع مهدده بالتوقف في اول الطريق. اعتقد على ان المؤسسه هنا غايه في الاهميه. انخراط المغرب كدوله صاعده في مشاريع البحث مع الفرقاء، يعني ما ننساش نقول لك على انه واحد المجموعه من فرص التمويل ديال البحث العلمي اللي كتفتحها اوروبا بحال بريما البرنامج الكبير المفتوح في مجال البحث العلمي وغيرها من المشاريع البحث، ما كندخلوا لهاش ما كنستافدوش من كنضيعوا فرص ديال التمويل لاننا ما كندخلوش كتكتلات. يعني مثلا باش تدخل في واحد المشروع ديال البحث بحال بريما خصك يكون عندك واحد التكتل من الخبرات. وكنا ذاك الساعه كندخلوا سابقا دخلوا الجزائر والمغرب وتونس يعني في اطار الاتفاقيه ديال الشراكه والتعاون موريتانيا وليبيا كندخلوا لطلبات العروض الاوروبيه وكناخذوها وكنستافدوا من التمويل. ولكن في الوقت اللي بقى المغرب تيدخل بوحده والجزائر تدخل بوحدها تونس تغرد وحدها وقع واحد النوع من التفكك في هذا التكتل الاقليمي، ضيعنا كثير من الفرص ديال التعاون على مستوى البحث العلمي. هذه نقطه. ثانيا النشر العلمي اللي تكلم عليه الاستاذ النجي راه كله باللغه الانجليزيه، تمسكنا باللغه الفرنسيه مع كامل الاسف العائق اصبح عائقا في تصنيف في التقدم في مجال البحث العلمي وايضا في التصنيف ديال الجامعات
دابا حتى الجامعات الفرنسيه كتضطر يضطر الباحث على انه باش ينشر في المجلات المصنفه خصو يترجم الانجليزيه. هذا اشكال. اذا ينبغي اعاده النظر في الهندسه اللغويه من الابتدائي وحنا نازلين. هناك تردد ويمكننا نرجعوا له في حلقات قادمه. واش غنمشيو للانجليزيه عاود شويه كنرجعوا للور كناخذوا تمويل من عند فرنسا من اجل تثبيت الفرنسيه. اللغه الوطنيه تقريبا شبه مغيبه. هناك ارتباك، فهذا الارتباك يجد اثره في البحث العلمي في النتائج، ولكن راه العلاج ديالو خصو يجي من 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 الاصل. هناك قضيه ايضا لابد من الاشاره اليها، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني كهيئه ديال تدبير الموارد ديال البحث العلمي. ايضا هذا الملف ما كنسمعوش الحديث عليه بصفه نهائيه. شنو هو الدور ديال هذا المجلس في الاستراتيجيه الوطنيه لتدبير البحث العلمي؟ اللهم ما تعلق بتدبير المشاريع التي تفتحها الجامعه. هذه اشكالات في تقديري تكلمنا عليها، الحل ديالها هو المجلس الوطني، لان هذا هو الفضاء ديال النقاش العمومي وديال تدبير الاستراتيجيه الوطنيه للبحث العلمي بحد ساعه لم يفتح. هذا الشيء نقدر نقول عنده علاقه بالاشكال ديال كليه الطب، لان مجال البحث العلمي في كليات الطب باولوياته واستراتيجيته وعلاقته بالتكوين ايضا والتدريب الميدانيه جزء كبير منه يعالج في مجال البحث العلمي ويعالج في التكوين، لان ما يمكنش تفصل في التعليم العالي ما بين التكوين والبحث. وانا تنعتقد على انه هذه فرصه باش يمكننا نوجه نداء الى مختلف الاطراف متعلقه بهذا الملف هذا ديال كليه الطب، اسمح لي رجعت له مره اخرى، من اجل التعقل، لان كل شيء عنده حل. سواء القطاعات الحكوميه الوصيه بحال قطاع التعليم العالي ولا الطب، وكذلك القطاعات الاخرى المتدخله، لانه العقوبات والتوقيفات لن تزيد الامور الا استفحالا. ما يمكنش باي حال من الاحوال نهيو سنه دراسيه نازل كليه الطب الخاصه والشركه كيقراو كليات الطب العمومية متوقفة. لا أعتقد أن هناك شيء غير قابل للحل، فقط شيء من الإنصات لا من طرف الطلبة، يعني شوية يرجحوا المصلحة ديال التكوين، ولا من طرف القطاعات الحكومية الوصية. يجلسوا في تقديري إلى طاولة حوار، وكان أعتقد على أنه بعد هذه الأزمة الكل مهيئ لحل المشكل، الكل يبحث عن حل، فقط ينبغي ان يكون هناك التقاء ديال الاطراف. انا مازال كنتذكر كانت في الازمه السابقه ديال كليه الطب كانت واحد اللجنه تم يعني انبثقت عن البرلمان بغرفتيه، وقامت بواحد العمليه ديال الوساطه مهمه جدا تنعتقد، وكان عندها واحد الدور كبير في تقريب وجهات النظر وفي الوصول الى الحلول المرجوه. انا اعتقد على انه الملف قابل للحل، فقط ينبغي ان تكون النيه الحسنه والجلوس الى النقاش والحوار. دكتور سي ناجي، يمكن في نفس السياق يعني توجيه نداء، يعني في ظل هذه الوضعيه ديال خمس اشهر ديال الاضراب وتهديد مستقبل الطلبه يعني ديال كليه الطب، اذا كانت شي اضافه يعني في هذا المجال قبل انهاء هذا اللقاء. كان عندي اضافه في البحث العلمي. تفضل. بعد يمكن البحث العلمي يمكن جوج ديال النقاط كنظن اساسيه. مسألة ديال الموارد المالية منذ سنوات ونحن نحاول أن نرفع من مؤشر المعتمد نسبة التمويل مقارنة مع الناتج الداخلي الخام التي لم تتجاوز أبدا 1%، دائما أقل من 1%، وكنا نطمح إلى أن نصل إلى 1.5 ثم 2 بل 3 في بعض الأحيان كان كرقم. اليوم لا نتحدث ابدا عن هذا الرقم لانه متدني جدا، اقل ربما من 0.6% حاليا توجه للبحث العلمي. المساله الثانيه هو ان البحث العلمي يجري اليوم خارج اي قانون، ما عندناش قانون للبحث العلمي. صحيح. قانون 0100 ما فيش شي حاجه كتكلم على البحث العلمي، وكانت في الصيغه التي ذهبت الى المجلس الاعلى لكي كان فيها باب خاص بالبحث العلمي. اليوم لا نتوفر على قانون البحث العلمي ولا قانون للباحث، يعني نظام عندنا نظام اساسي للباحثين، ولكن ما عندناش نظام خاص بالبحث.
الباحث. إذن هادو جوج ديال النقاط أعتقد أنها مهمة بالنسبة للبحث العلمي. أما بالنسبة لمشكل طلبة الطب فأعتقد أن الحل في الحوار، وأنه لا بد من توجيه نداء لجميع الأطراف لكي تجلس على طاولة الحوار للإنصات المتبادل. وأعتقد أن المشكل ليس مشكل عويص، هو مشكل قابل للحل إذا كانت هناك كان هناك حسن نية من جميع الأطراف، وأنهم يبحثون بالفعل عن الحل، وأن نتجاوز المنطق الذي تدبر به الحكومة هذه الأزمات في بين فينا وأخرى. إذا عدنا إلى نظام الأساسي للأساتذة كان تقريبا المقاربة نفسها مقاربة، بدل ما أحد وزراء الحكومة كان تحدث عن أننا لا نقبل بلي ذراع الدولة. الآن هدف الإضراب ديال الأساتذة. الآن المقاربة هي المعاكسة، يعني نحاول أن لي ذراع الطرف الآخر، يعني الطلبة، لكي ينصاعوا للحلول الموجهة أو الحلول المقدمة من طرف الحكومة. أعتقد أنه ينبغي أن نتجاوز هذا المنطق، وأن يكون هناك نوع من التحاور الإيجابي بين جميع الأطراف لكي نصل إلى حل يرضي، ليس 100% ولكن على الأقل يكون هناك توافق، ويكون يعني الرابح الأساسي هو المواطن وهو الوطن في نهاية المطاف. متتبعينا، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء الذي اخترنا له عنوان التعليم إلى أين، والذي ننظمه بشراكة مع جمعية أو مؤسسة أماكن لجودة التعليم، وبمشاركة رئيسها أستاذ عبد الناصر ناجي، وأيضا بمشاركة أستاذ خالد الصمدي وهو وزير سابق أستاذ التعليم العالي، والتي خصناها إلى تقييم حصيلة الحكومة التي تم تقديمها أمام البرلمان، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وإلى هنا يأتي لقاؤنا إلى نهايته، وإلى موعد آخر بحول الله.